عندنا الصراع ما بين الخير والشر طبعا، والناس اللي بتدور على فرص حقيقة يعني خلينا نسميها بطرق غير مشروعة قانونية. احنا دائما في تواصل مع مؤسسة مواصلات المقاييس، مع وزارة الصناعة والتجارة ذات مصر الأسواق، ومع الغذاء والدواء، لأنه هي مش بس يعني قد تكون علامات مقلدة، قد تكون أيضا مضرة بصحة الإنسان، لأنه ما في رقابة أيضا على التركيبة. وهي حقيقة في كمان دور كبير جدا لوعي نفس المستهلك، لأنه أنا لما يكون المنتج الأصلي على سبيل المثال حقه 5 دنانير، ينباع لي بطريقة أنا متأكد داخليا أنك كمشتري عارف ينباع بدينار أو دينار ونص، إذا هي واضحة أنه هو مقلد. فإحنا هاي الدعوة للمستهلك وأيضا للجهات الرقابية الأردنية بتشديد الرقابة. العقوبات في الأردن مش سهلة حقيقة، لكن إحنا نطالب بتفعيل، لأنه في مضرة كبيرة على صحة الإنسان خاصة للأطفال زي ما تفضلت، وإحنا مدركين هذا الوعي وبنشوفها مرات حتى على جوانب الطرق يعني بعض المقلدات. لكن أنا بأكد لك هي أحد أسبابها هي تطور الصناعة الأردنية. لو ما كان في عندنا صناعة أردنية كان ما ظهر هذول المقلدين، وسابقا لما كانوا موجودين حقيقة. هاي إحنا بننظرها من ناحية إيجابية نتيجة كبر حجم الصناعة، لكن تحتاج مزيد من الرقابة، تحتاج إلى تفعيل العقوبات الحقيقية خاصة على السلع المضرة للإنسان. وإحنا نشكرك على إثارة هذا الموضوع. اسمح لي دكتور ضيف.